هناك بخل أشد وأعظم من البخل بالمال، وهو البخل بالمشاعر. ألا تخرج منك كلمة شكر لإنسان أحسن إليك أو ساعدك، لإنسان أدخل السرور على قلبك. ألا تخرج منك كلمة حب لشريكة حياتك التي تعيش معك على الحلوة والمرة. ألا تخرج منك قبلة أو ضمة لابنك الصغير أو لطفل حزين. ألا تجبر خاطر شخص مكسور بكلمة، ولا تدخل السرور على شخص حزين ولو بابتسامة. هذا بخل المشاعر. أكثر من دعاء حبيبك صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل.